وجبة السمك بشكلها النهائي هذا ورائحتها الشهية ونكهتها المميزة هي ما جعلت من السوق المركزي بتعز الوجهة الأولى لمحبي هذه الوجبة من أبناء المدينة وزوارها. وسط تعز وتحديداً في التحرير الأعلى يقع سوق السمك الأشهر في المدينة، والذي اعتاد المواطنون على ارتياده ليس لشراء السمك منه وحسب بل وطهيه فيه أيضاً. فمن محال بيع السمك القادم من المخا وسواحل عدن والحديدة تبدأ رحلة الحصول على هذه الوجبة، تليها محال بيع الجبن البلدي الذي لن تبدو الوجبة مكتملة بدون خليطه المسمى بالسحاوق، ليصل المشتري محملا بها إلى حيث الوصفة الفريدة الخاصة بهؤلاء الطهاة، أخيرا إلى المخبازة. الموفا اسم يطلق على هذه الوجبة بسبب الطريقة التي تطهى بها، فبعد تسلم السمك من الزبون يدهنها الطاهي بصبغة خاصة مشبعة بأنواع مختلفة من البهارات قبل إدخالها إلى الموفا أو التنور كما يسمى شعبيا أو ما يطلق عليه بالفرن كمحطة أخيرة حتى النضج والاستواء واكتساب لون لا يقاوم.